عبر وسائل التواصل الاجتماعي متطوعات قمن بإنشاء ونشر حساب يختص بعمليات إنقاذ الحيوانات الضائعة والمشردة في البحرين ونشر ثقافة الرفق بالحيوان. ومن خلال هذه المبادرة تسعى المتطوعات أيضا إلى مساعدة الحيوانات الأليفة التي تعرضت لحوادث في الشوارع والعمل على علاجها وإيوائها. الزميلة إيمان شرف والتفاصيل. بدافع الحب والعطف وتطبيقا لمقولة من لا يرحم لا يرحم، كانت انطلاقة رحلة فتيات ثلاث وضعنا على كاهلهن إنقاذ الحيوانات المشردة وتقديم العلاج اللازم لها إن تطلب الأمر، إلى جانب إيجاد حلول ملائمة في ضوء الرفق بالحيوان. ثقافة التبني، إنهم ما يتشرون حيوانات، يتبنون حيوانات، أنقذناهم حيوانات ناس تخلوا عنهم، قاعدة تزيد في البحرين. لاحظنا بعد شغلة إنه خصوصاً الحين آخر كم من سنة زادت أعداد الكلاب المتشردة في البحرين، وحاولنا عن طريق يعني إحنا وحتى عن طريق زميلاتنا، في وايد عندنا زميلات أكتف ينزلون الشارع يومياً يأكلون الحيوانات المتشردة، تواصلنا معهم حاولنا نفهم ليش هالمشكلة زادت مؤخراً وايد. أولاً إنه في وايد ناس يتبنون حيوانات او يتشرون حيوانات، لان نشوف قطاوه شيرازيه، جيرمن شيبردز كلاب، يعني من فصائل نادره وغاليه مقطوطه في الشارع. شلون لاحظنا حتى شفنا شخصيا ناس تقط الكلب وتمشي عنا بالسياره، ما يبونه، ما يعرفون وين يودونه. المشاريع السكنيه يبتدون يبنون مشروع سكني، يبتدي ارض خاليه محوطه مع حارس، يحطون عنده كلبين على اساس يحرس المكان، ينتهي المشروع هالكلبين صاروا سته وما يتصرفون فيهم ولا يهتمون فيهم، يهدونهم وين؟ في المنطقة السكنية، وهكذا تزداد. في تركيا كلما أوي الحيوانات مدعومة من البلدية والحكومة، فيما تقوم الجمعيات بتطعيم الحيوانات ويتم وضع علامة في إذنهم لمعرفتهم. يشهد هذا المأوى مئات من الكلاب والقطط والحيوانات الأخرى ويملكه أحد المتطوعين لرعايتهم. تقوم الفتيات بانتشال الحيوانات من الشارع ليصبح هذا المأوى متاحا للعيش فيه، إلا أن للفتيات حلما بأن يكون هناك مأوى رسميا لرعاية الحيوانات وخاصة القطط، مؤمنات بأن من لا يرحم هذه الأرواح لا يمكن أن يكون رحيما مع البشر. عندي 29 قطة بالبيت مع كلب، كلهم أنقذتهم من الشارع، يعني ما عندي أحد اللي تكاثر أو شريته من أحد أو شيء، لا كله أنقذتهم من الشارع. عندي علاقة قوية معاهم، يعني صعب بالنسبة لي كشخص أني أعيش بدون حيوان عندي بالبيت. حبهم شيء كبير، صاروا جزء لا يتجزأ من حياتي، صاروا كأنهم عائلة بالنسبة لي. الكلفة المادية التي تترتب على إطعام وعلاج الحيوانات المشردة لم تكن حاجزاً أمام مشوارهن الصعب في إنقاذ عشرات الحيوانات وتبني البعض منها، لكنهن اليوم يقفن أمام لا مبالاة البعض لهذه الأرواح التي يعشقنها دون اكتراث بالمنتقدين، والناس فيما يعشقون مذاهبه. مجموعة من الفتيات جمعهم حب العمل الإنساني والتطوع في إنقاذ الحيوانات الضالة والمشردة والعمل على نشر ثقافة التعامل مع الحيوانات الأليفة. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.